مصنع قادر للصناعات المتطورة. إن لم يكن أشهر مصانع الهيئة العربية للتصنيع 13، فهو على الأقل أعرقها. تأسس عام 1949 تحت اسم مصنع طائرات هليوبلس بهدف تصنيع أول طائرة تدريب من طراز جمهورية. ليكتسب المصنع اسمه الحالي قادر بعد انضمامه للهيئة عام 1975. أون لايف ستتجول ولأول مرة في مصنع قادر لتأتي بإجابات شافية قدر الإمكان عن حجم أنشطة قادر الإنتاجية الخدمية وأنواعهما، على وعد بدوام الإشارة لنسبة المدخل المصري في المنتجات. ما تلك الطائرة التي تأسس المصنع من أجلها؟ وهل ما زالت تصنع؟ وماذا عن العربات العسكرية، سيما المدرعة ذات الصيت العربي الإقليمي وحتى الدولي؟ المدرعة فهد تفاصيل وافية. ولماذا أمسى المصنع لا غنى لمصر عنه مدنياً هذه المرة؟ نرصد حجم وجودة أنشطة قادر المدنية، فأهلاً بكم.